إلى موضوع آخر الآن مشاهدينا الأكارم. إذن مثلما أشرنا إليه في العدد السابق، فريق شباب مستقبل عنابة لرياضة الكاراتي وفريق أكاديمية الفنون القتالية التقليدية سافروا إلى تونس لأجل تمثيل الجزائر في البطولة العربية للفنون القتالية المختلطة. هذا وتمكنت البعثة الوطنية من تشريف الجزائر أحسن تشريف بعدما تمكنوا من حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، رغم أن هذه البعثة سافرت إلى تونس بمالها الخاص كما أشرنا إليه في العدد السابق. تابعوا معنا مشاهدينا الأفاضل هذا التقرير ولن نعود. فريق شباب مستقبل عنابة صيام اختصاص سيلف ديفونس وفريق أكاديمية الفنون القتالية التقليدية كانوا في مرحلة التحضير البدني من أجل المشاركة في البطولة العربية للفنون القتالية المختلطة. هذا وبلغ عدد المشاركون 20 مشارك من بينهم 8 حكام دخلوا التربص من أجل التكوين على هامش هذه الدورة. الحكام الجزائريون أخذوا تكوينا خاصا في رياضة الفن القتالي مادو. هذا الفن القتالي الذي يعتبر جديدا أسسه الشاب التونسي رشوان الرياح. أما فيما يخص الرياضيين الجزائريين فهناك 6 منهم تمكنوا من الفوز بالميدالية الذهبية وأربعة رياضيين فازوا بالفضية وواحدة برونزية. هذا وتعتبر حصيلة الجزائر هي الأكثر من حيث الميداليات. أما فيما يخص فن المادو فهو فن هجين لمجموعة فنون قتالية، إلا أن فيه قوانين على حسب الفئات العمرية، إذ يمنع الضرب للوجه في فئة أقل من 17 سنة، كما يمنع أيضا مواصلة الضرب في النزال الأرضي في فئة 18 سنة فما فوق، وللحكم الحق في التدخل في حالة ما كان النزال عنيف. نبقى مع البطولة العربية للفنون القتالية المختلطة التي تمكنت فيها البعثة الوطنية من تشريف الجزائر أحسن تشريف بعدما تمكنوا من حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات. دعونا الآن مشاهدينا الأكارم نتابع جانب من التصريحات التي أدلى بها هؤلاء في ميكروفون الزميل جمال لتيم. مرحبا بكم ومرحبا بجميع المشاركين العرب وخاصة دولة الجزائر الشقيقة اللي شرفتنا كما كل مرة عودتنا. مرحبا بالضيوف الكرام وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة هنا في أراضي تونسية، تحديدا في قاعة اليوم في تونس العاصمة. نشكر كل من ساهم في الإنجاح بتاع التربص هذايا والفستيفال هذايا والدورة هذه اللي ساهمت فيها الجزائر بصفة كبيرة في إنجاحها، خاصة أنها هي حملت جميع الميداليات الذهبية في الأصناف الكبيرة وتحصلت على بعض الميداليات الفضية في الأصناف اللايت كونتاكت. هذا كل مجهودات جماعية، حتى حد من نجم يخدم وحده. نشكر اللي شارك ونشكر كل من سعى باش ينجح الدورة هذه، ونطلب من الناس اللي ما شاركتش وما دعمتش انها مرة جاية الدعم باش يكون الشيء خير أكثر وشرف أكثر. بالنسبة للمادو كفن قتالي هو مزيج ما بين الفنون القتالية والتنمية البشرية، هو يهدف للارتقاء بالذات الإنسانية، يهدف إلى السمو بالإنسان، تحويله من كائن بشري إلى إنسان، يهدف إلى الانضباط، التواضع، الاحترام، كل ما عنده علاقة بالتنمية البشرية وتنمية قدرات الإنسان الحركية والفكرية العضلية البدنية حتى النفسية. كل هذا بمجموعة من التصاميم اللي قمت بها أنا والتجارب اللي ريتها صارت حول العالم حسب التجربة اللي خذتها أنا في حياتي، عندي 23 سنة في ممارسة الفنون القتالية. الحمد لله اليوم شاركت مع أخواننا الجزائريين، نشكرهم الكل اللي جاوا وتعبوا برشا بجاوا. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى، إن شاء الله يعني تزيدوا قدام، ونشكر كل عبد ساهم في إنجاح هذه الدورة وإن شاء الله تكون من حسن إلى أحسن. الحمد لله اليوم شاركنا في البطولة العربية، تحصلت على المرتبة الأولى، ديت الميدالية الذهبية. نشكر الشيخ تاعي بالخوجة نيهوب ومدلول محمد وزميل تحصل على المرتبة الثانية، تانا نحييوه. بسم الله الحمد لله رب العالمين اللي وفقنا اليوم في البطولة العربية اللي أقيمت في تونس، الحمد لله نشرفوا به مرتبة الثانية والحمد لله وفيفا لالجيري. شاركنا في الدورة العربية للمادو، نشكر عشوان
نشكرهم اللي عاونونا وتحصلنا على ميداليات فضيه وزملائي مراتب اولى وثانيه والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم شاركنا في البطوله العربيه للفنون القتاليه المتخلطه في المادو، والحمد لله اليوم فزنا، فزت حصلت على الميدالية الذهبية. السلام عليكم. الحمد لله شاركنا في هذه الدورة العربية وأنا أمثل الحكام. كانت دورة يعني ناجحة بنسبة كبيرة، والحمد لله شاركنا ونجحنا إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. تحية الجزائر. اليوم شاركت في البطولة العربية وباسم الجزائر، ومشاهدة الميدالية الذهبية، ومبروك الجزائر.